المافيا اللبنانيه تستولي على الودائع الخليجيه افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجر الله ليست وديعة مؤسسة التأمينات الكويتية في فرنسا بانك إلا رأس جبل الجليد الذي كشفه تقرير ديوان المحاسبة فيما ودائع الأفراد والمؤسسات الخليجية في المصارف اللبنانية مهددة بالضياع بعد عملية السطو الموصوفة التي نفذتها تلك البنوك برعاية مافيا سياسية ومالية لم تترك شيئا إلا ووضعت يدها عليه حتى انها نهبت المساعدات الغذائية من الخارج للمحتاجين والفقراء. هنا لابد من السؤال، لماذا لم تتحرك الحكومات الخليجية منذ سنوات حين بدأت الأخبار تتوالى عن سوء الوضع الاقتصادي اللبناني وإمكانية الحجز على الودائع؟ ألم تكن حكوماتنا تتوقع ممن سرق شعبه ونهب خيرات بلده وهربها إلى الخارج أنه ليس أهلاً ليؤتمن على ودائع أجنبية؟ وهل كانت فعلاً تعتقد أن دعم الليرة بودائع في المصرف المركزي اللبناني لن تكون هي الأخرى في مهب التجميد تمهيداً لابتلاعها؟ منذ بدء الأزمة في لبنان قبل نحو ثلاث سنوات يطالب الخليجيون باسترداد أموالهم فيما تتلكأ المصارف مستندة على تعميم البنك المركزي اللبناني بمنع تحويل عمولات صعبة إلى الخارج وهي لا تفصح عن أي إجراءات تطمئن المودعين غير اللبنانيين لذا مخطئ من يتصور أن قضية الأموال الخليجية المودعة في البنوك اللبنانية ستعود عبر المطالبات الودية او الركون الى اجراءات شكليه تتخذها تلك المؤسسات الماليه بل لابد من اجراءات عقابيه قاسيه خليجيا وعربيا ودوليا فهي الطريق الوحيد لاستعاده ما نهبته تلك المافيا بدءا من الملاحقات القضائيه وصولا الى تجميد اموال تلك البنوك في الخليج والعالم لا شك أن حسم هذا الملف خصوصا بعد ارتفاع درجة المخاطر والحديث عن خسائر كبيرة سجلتها تلك البنوك في الأعوام الثلاثة الماضية يتطلب العمل سريعا حتى لا يفقد عشرات آلاف الخليجيين أموالهم وأملاكهم في هذا البلد الذي أصبح غابة تتحكم به مجموعة من اللصوص، بل إن هذا الأمر يدعو إلى تغيير ذهنية الاستثمار في لبنان في حال كان هناك حل للأزمة الخليجية اللبنانية الحالية. للاسف ان الود الخليجي والخوف على مصير الشعب اللبناني والسعي الى مساعدته ماليا لدعم العمله الوطنيه قبل بكل هذا الجحود بل ان هؤلاء اللصوص استغلوا ذلك للمضاربه على ليرتهم ودفع بلدهم الى جهنم ربما يكون هذا الامر درسا جديدا لمعرفه حقيقه الطبقه السياسيه اللبنانيه على اختلاف مشاربها التي لا تزال ترى نفسها انها قادره على تبسيط المشكلات بالكلام المعسول وان الخليجيين لا يزالون ينظرون الى لبنان كما كان عليه في اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وهم في هذا مخطئون بل عميان بصيره لانهم لم يراقبوا التطورات الثقافيه الكبيره في المجتمع الخليجي الذي دخل العصر من اوسع ابوابه ووصل الى المساهمه بغزو الفضاء فيما تتقاتل الشعوب اللبنانيه على حصه هنا وحصه هناك وكانها لا تزال في عهد داحس والغبراء